بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. بنواصل كلامنا عن التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية، ودي الحلقة 14، وإحنا بنتكلم في القرن الرابع الميلادي. في القرن الرابع الميلادي تم اكتشاف وثيقة العلماء سموها أعمال مرقس، وثيقة أعمال مرقس، بيرجح بعض هؤلاء العلماء زي العالم بريكولي مثلا أو العالم رودلفيني إنها بتعود إلى أواخر القرن الرابع الميلادي أو أوائل القرن الخامس. تم تدوين هذه الوثيقة أصلا باللغة اليوناني أو بالقبطية، يعني إما دونت أصلا باليونانية أو بالقبطية، وبعدين ترجمت إلى عدة لغات أخرى بسبب أهميتها، فترجمت إلى اللاتيني والعربي والإثيوبي. النص اليوناني بقى بتاعها حفظ لنا روايتين أو قصتين أو نصين كاملين. النص اليوناني الأول ده محفوظ في مخطوطة في المكتبة الأهلية في باريس، وده بيعود إلى القرن الحداشر. النص اليوناني الثاني محفوظ في مخطوطة بمكتبة الفاتيكان في روما، بيعود إلى القرن الحداشر أو الاثناشر الميلادي. هنوضح دلوقتي إيه أهمية النصين اللي احنا لقناهم في هذه الوثيقة. لكن قبل اكتشاف الوثيقة دي اللي هي وثيقة أعمال مرقس، ظل كتاب تاريخ البطاركة المنسوب للأنبا ساويروس ابن المقفع في القرن العاشر اللي هو أسقف الأشمونين، هو أول مصدر بيحكي لنا تفاصيل النشاط التبشيري للقديس مرقس في اسكندرية. بس هنا عاوزين نوضح أو نشير إلى أن اللي جه عن سيرة ماري مرقس في اللغة العربية في الكتاب تاريخ البطاركة ده اللي احنا بنتكلم عنه، من المحتمل أن يكون قد أخذ من مصادر قبطية مفقودة غير معروفة لحد النهاردة، ووثيقة أعمال مرقس أحد هذه المصادر اللي نقل عنها كتاب تاريخ البطاركة. الكتاب بقى اللي هو بتاريخ البطاركة ده بيقدم لنا سيرتين لماري مرقس. السيرة الثانية منهم جت في الفصل الثالث، ودي مأخوذة من السيرة اليوناني اللي أعاد صياغتها واحد اسمه سمعان الميتافراستي في القرن العاشر، ودي مترجمة عن اليوناني مباشرة. السيرة الثانية دي اتنشرت باللغة العربية سنة 1962 في مجلة مشهورة اسمها مجموعة كتابات مسيحية شرقية، وعنوان المقالة كان ساويروس ابن المقفع تاريخ بطاركة الإسكندرية. دي السيرة الثانية. لكن السيرة الأولى لماري مرقس اللي جات في الفصل الثاني من كتاب تاريخ البطاركة مصدرها مجهول، مش عارفين جات منين، وهي تختلف عن السيرة اللي كتبها أو اللي أعاد صياغتها السمعان الميتافراستي اللي قلناها حالا دلوقتي، ولا تقابل أي سيرة أخرى يونانية معروفة الآن. عشان كده من المتوقع أن تكون ترجمة لسيرة أصيلة وقديمة جدا سابقة لتعديلات سمعان الميتافراستي،
ودي برضو اتنشرت في لوبان سنة 1962. فاحنا نقدر نلخص اللي جه في الوثيقة بتاعت أعمال مرقس في النقاط التالية. إن أنا هلخص لكم دلوقتي الوثيقة دي قالت إيه عن ماري مرقس لما جه بشر في اسكندرية. هنلخصها في نقاط بسيطة. لما خرج الرسل للكرازة القرعة وقعت على القديس مرقس عشان يروح مصر والمناطق المحيطة بها، فجاء أولا إلى القيروان. النص اليوناني الآخر للوثيقة بيقول إن القديس مرقس كان أصلا من القيروان، وبتتفق الترجمة الأثيوبية للوثيقة على كده برضو. فلما جه مرقس من القيروان عمل كثيرا من المعجزات ورد كثيرين إلى الإيمان. وهناك رأى رؤية، شاف رؤية يعني، بضرورة الذهاب إلى فاروس. فاروس دي في اسكندرية، فودعه الإخوة مرسلين إياه في سفينة مع مباركتهم له. دي أول حاجة جت في وثيقة أعمال مرقس. تاني حاجة، لما وصل القديس مرقس إلى الإسكندرية في اليوم التالي وجاء إلى موضع يقال له منديون، النص الآخر للوثيقة اليونانية تتفق معه الترجمة الأثيوبية على أن هذا الموضع بيسمى بنديون. أسماء، عشان دي أسماء قديمة بيبقى فيها شوية اختلافات. حالما دخل القديس مرقس من بوابة المدينة تمزق حزام صندله، فراح لواحد إسكافي عشان يصلحه له. وبينما بيعمل الإسكافي في إصلاح حذائه جرحت يده اليسرى، فصرخ باليونانية يثيئوس. يثيئوس يعني يا الله الواحد. فأبرأ القديس مرقس إيده باسم يسوع المسيح، فالإسكافي ده دعاه إلى بيته. وبعدين تتكلم الوثيقة في نقطة أخرى، هي إيه؟ إن القديس مرقس بدأ الكرازة بإنجيل يسوع المسيح ابن الله وابن إبراهيم مخبرا الرجل بالنبوات. انتبهوا لكلمة النبوات المختصة بالمسيح. فأخبروا الإسكافي أنه لم يعرف شيئا عن هذه الكتابات، برغم أنه بيعرف الإلياذة والأوديسة وغيرها من الكتابات اللي بيتعلمها المصريين منذ الطفولة. لاحظوا هنا، ما تنسوش كلمة لما جه يكلمه عن النبوات ما كانش فاهم، وبعدين قال له أنا اللي أعرفه حاجة اسمها الإلياذة والأوديسة. الجزء ده بيهمنا عشان دلوقتي هنقول حاجة مهمة. في النهاية اتعمد الرجل وكل أهل بيته وكثيرون من جيرانه، وكان الرجل ده اسمه أنانياس. كان اسمه أنانياس. كلمة أنانياس اللي هي حنانيا بالعربي، الكلمة دي هي ما بتتقالش إلا للواحد يكون يهودي اللي هو حنانيا. بيذكر النص اليوناني الثاني للوثيقة اللي ذكرناه في بداية الكلام خالص، وبتتفق معه الترجمة الأثيوبي، إن اسمه أنيانوس. في عالم اسمه بيرجر بيرسون بيقول إن تحوير اسم الإسكافي إلى أنانياس أي حانانيا، وهو أحد
الأسماء اليهودية وحديث القديس مرقس معاه عن المسيح ابن إبراهيم وحديثه عن النبوات هي تأثيرات يهودية أقحمت على النص الأصلي للمخطوطة. ومعروف أن بواكير المسيحيين في الإسكندرية كانوا من اليهود. النقطة اللي بعد كده أن فكر الوثنيين في قتل هذا الجليلي اللي هو ماري مرقس الذي جاء ليبطل عبادة الأصنام في مدينتهم. فالقديس مرقس رسم أنانياس أو اللي هو في نص آخر اسمه أنيانوس أسقفا مع ثلاثة قصوص. القديس مرقس رسم أنانياس أو اللي كان بيتسمى أنيانوس أسقف ورسم معاه ثلاث أسوس. الأولان اسمه ميليوس والتاني اسمه سابينوس والتاني اسمه كيردونوس، وكمان رسم سبع شمامسة. احنا دلوقتي بنشرح ايه اللي الوثيقة بتاعت اعمال مرقس بتقوله. النقطة اللي بعد كده عاد القديس مرقس الى الخمس مدن الغربية، ولما رجع الى الاسكندرية بعد سنتين وجد ان الجماعة اللي اسسها ازدهرت وقد بنيت كنيسة في موضع اسمه بوكولو عند شاطئ البحر. بوكولو دي اللي هي بوكاليا، مكانها دلوقتي قرب منطقة الشطبي في الإسكندرية. وبعدين بتقول الوثيقة أيضا أنه في مناسبة الاحتفال بعيد الفصح يوم 29 برمودا، كان موافق 24 إبريل، وده كان موافق ليوم عيد الإله سيرابيس، حاصر الوثنيون القديس مرقس في الكنيسة ووضعوا حبل حوالين رقبته وصاحوا جر الجاموس في مراعي البقر، فجروه في شوارع المدينة بينما كان القديس مرقس يشكر المسيح كل وقت. وفي المساء ألقوا جسده الدامي في السجن. تتكلم الوثيقة بعد كده أنه في نصف الليل زاروا ملاك ثم زاروا السيد المسيح نفسه وشجعه. في الصباح التالي اتجمع الوثنيون وسحلوه مرة أخرى ففارقت نفسه جسده، فأشعل الغوغاء نارا في مكان يدعى أنجيلي يعني الملائكة، ووضعوا جسده فيه فهبت ريح عاصفة أرعبت الوثنيين فهربوا. فجه المؤمنين حملوا الجسد وأحضروه إلى حيث تجري الخدمة وأعدوا الجسد كالعادة يعني جهزوا للدفن يعني، ووضعوه في قبر حجري يقع شرقي المدينة. وهكذا استشهد القديس مرقس الإنجيلي أول شهداء كنيسة الإسكندرية في 30 برمودا، كان موافق 25 أبريل، حيث كان غايوس تيبريوس قيصر إمبراطور. دية القصص أو الأحداث اللي اتكلمت عنها وثيقة أعمال مرقس من القرن الرابع. سبب أهمية الوثيقة دية إيه؟ إن هذه القصة اللي مذكورة في القرن الرابع ما كانش فيه حد ذكرها بهذه التفاصيل قبل القرن العاشر عند الأنبا ساويروس ابن المقفع، في زي ما قلنا في كتابه تاريخ البطاركة.
فاكتشاف وثيقة أعمال مرقس قدرت ترجعنا إلى على الأقل 6 قرون قبل زمن الأنبا ساويروس ابن المقفع، وعشان كده بتبان أهمية هذه الوثيقة. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي ظهور الرهبنة المصرية أم الرهبانيات في العالم. احنا بنتكلم دلوقتي عن القرن الرابع. الرهبنة ظهرت كحركة نسكية بالغة القيمة أولا في مصر، حيث تأسست أول جماعة رهبانية سنة 305 ميلادية على يد القديس الأنبا أنطونيوس. الأنبا أنطونيوس عاش في الفترة من 251 إلى 356 ميلادية، وده أب رهبان العالم. في سنة 318 يعني بعد الأنبا أنطونيوس، أنشأ القديس الأنبا باخوميوس أول دير في طبنسين في صعيد مصر. في سنة 340 ميلادية انطلق القديس أنبا مقار الكبير، ده عاش لحد سنة 390 ميلادية، إلى برية شهيت بقيادة الشاروبيم بعد أن توحد لمدة 10 سنين على أطراف قرية من القرى. ومن المعروف في التاريخ أن القديس الأنبا مقار الكبير عمل زيارتين للقديس الأنبا أنطونيوس. الزيارة الأولى كانت سنة 343 ميلادية، وفيها تسلم منه أسرار الحياة الرهبانية وأنواع قتالات العدو الشيطان. الزيارة الثانية كانت سنة 353 ميلادية عشان ياخد نصايح وإرشادات للرعاية وقيادة النفوس. وفي الزيارة الثانية دي الأنبا أنطونيوس سلم الأنبا مقار الكبير عصاته، العصاية بتاعته اللي بيتعكز عليها، تعبيرا عن تسلمه أمانة التدبير الرهباني من بعده. انتظمت الحياة الرهبانية في شهيت وبلغت ذروتها سنة 356 ميلادية، ولم تأتي نهاية القرن الرابع الميلادي إلا وكان عندنا أكثر من 5000 راهب في نتريا والقلالي في صحراء مصر. كان الرهبنة نشيطة جدا في بواكير الحياة الأولى في مصر. مع أوائل الربع الأخير من القرن الرابع الميلادي وفد إلى برية شهيت كتير من الأجانب عشان يتعرفوا على الحياة الرهبانية، فانتشرت الرهبنة المصرية بسرعة في كل ربوع العالم، لحد ما وصلت فلسطين في آسيا، راحت فرنسا في أوروبا، ومن المراكز الرهبانية الثلاثة في مصر اللي هي نتريا، القلالي، الإسقيط، جاءت إلينا أكبر الآثار الأدبية الرهبانية متمثلة في كتاب اسمه أقوال الآباء. هو في اللاتينية بيسموه أبو فيجماتا باتروم. وجات لنا أيضا في كتاب مشهور قوي اسمه التاريخ اللوزياكي، ده كتبه بلاديوس كشاهد عيان خلال الفترة من سنة 419 لحد سنة 420. كتاب تاني كمان مهم قوي عنوانه تاريخ الحياة الرهبانية في مصر، برضو مكتوب باللاتيني هيستوريا موناخوروم إن إيجيبتو، وده مؤلف مجهول هو اللي كتبه في مصر سنة 394 ميلادية، يعني تقريبا أواخر القرن الرابع. بنضيف إلى هذا الكتاب أيضا
اللي كتبه كسيان القديس يوحنا كسيان في مؤلفه المعاهد انستيتيوتس، وايضا المحاورات اللي هي كونفرنسز اللي كتبها حوالي سنة 420 ميلادية، أي بعد ما جه الإسقيط وغادره بعشرين سنة. الأعمال الأدبية اللي أنا ذكرتها دي، العناوين الكتب اللي أنا قلتها دي دلوقتي، إلى جوار عظات القديسين أنطونيوس الكبير ومقاريوس الكبير، كانت ولا زالت هي المنبع الرئيسي للحياة الروحية في الشرق وحتى اليوم. فليس من المدهش إذن أن نجد تأثير هذه الأعمال الأدبية الرهبانية اللي ظهرت في صحراء مصر، تأثير هذه الأعمال الأدبية الرهبانية على الصلوات الرهبانية في كل بلاد العالم المسيحي آنئذ، بل وأيضا تأثرها على التقليد الليتورجي الذي امتد إلى كنائس الإبرشيات والكاتدرائيات في تلك البلدان. أنا عايز أختم بكلام قاله الأستاذ محمد شفيق غربال، ده الرجل ده مؤرخ مشهور قوي، مؤرخ مصري عاش لحد سنة 1961، وده أول من تولى كرسي أساتذة في كلية الأداب جامعة القاهرة، وقام بإنشاء الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالإضافة للمتحف المصري. في سنة 1951 اختير واحد من أبرز 12 مؤرخ على مستوى العالم عشان يكونوا مستشارين لليونسكو في شؤون تاريخ العالم. الراجل ده محمد شفيق غربال من أشهر مؤلفاته موسوعة اسمها الموسوعة العربية الميسرة. بيقول إيه بقى؟ بيقول إذا كان الفن القبطي تعبيراً عن الخصائص الدينية لمصر المسيحية، فإن نشأة الرهبنة ونموها لهي وجه آخر من أوجه التعبير يعتبر العلماء أكثر ما ساهم به الشعب المصري بروزا وجلاء في تراث المسيحية. دي شهادة رجل بيشهد كيف أثرت الحياة الرهبانية على كل العالم المسيحي آنئذ. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.